مشهد عادي في أمريكا اللاتينية، مراهقون يلعبون كرة قدم الشوارع، ولكن هؤلاء الرياضيين أتوا من جميع أنحاء القارة إلى الأوروغواي لممارسة أشكال عدة من هذه الرياضة المرتجلة. الهدف ليس فقط تسجيل الأهداف، بل تعلم الأخلاق الحميدة. تختلف هذه الرياضة عن كرة القدم التقليدية حيث تقال كلمات نابية. لا لا، الوضع مختلف هنا. هي الدورة الخامسة من مسابقة كرة قدم الشوارع في أمريكا اللاتينية، مبادرة أطلقها تجمع عالمي يتوجه إلى 600 شاب في 60 دولة. كرة القدم هذه تضم فرقاً من 5 لاعبين يتفقون على قواعد المباراة قبل انطلاقها. هناك فقط وسيط، هو شخص يساعد في إنشاء حياة مشتركة ويساعد الفرق على التواصل. الهدف هو أن تساعد كرة القدم على احترام بعض الحقوق، كحقوق المرأة التي تشارك بدورها في تلك المباريات. يتم إبراز دور المرأة عبر إشراكها، أليس كذلك؟ يمكنها أن تؤدي دور الرجل، ولا سيما فيما يخص الاحترام في الملعب وخارجه. ففي عدد من دول أمريكا اللاتينية، كرة قدم الشوارع تشكل أداة لإبعاد الجيل الجديد عن العنف. هناك الكثير من متعاطي المخدرات، والحقيقة لقد ساعدتهم هذه الرياضة كثيراً. وفي نهاية المسابقة يصوت المشاركون لاختيار الفريق الفائز الذي نجح في احترام قواعد اللعبة.